الولا فان دايك ده ولا يسوى حاجة جنبي. هو حضرتك راموس ولا مين؟ لا تكونش مالديني وانا مش واخد بالي. انا ابراهيم سعيد. انت مش هتبطل جنانك ده بقى؟ ما كانش غلطة عملها يعني. انا مش مجنون. قولي كده مركزه ايه؟ قلب دفاع. طيب ما انا كنت بلعب قلب دفاع وليبرو ونص ملعب. اقولك على حاجة كمان، انا ممكن العب مهاجم. ماشي بس بعرف اشوط، بجيب اهداف بعيدة ولا كأني رونالدو، بعرف اصنع ولا ميسي في زمانه، بعرف ادافع احسن من بيكنباور، هو ما بخافش زيه. بص انت شكلك كده حاقد وعايز تركب الترند وخلاص. لا انا عارف انا بقولك ايه كويس، بس انت اللي شكلك ما سمعتش عني. لا والله سمعت وشفت كمان. امال ايه؟ بص يا هيمة، انت في رأيي بلا شك من افضل 5 لعيبة مروا في تاريخ مصر كلها، بس في حاجة صغيرة غايبة عنك وهو فرق المستويات. يعني هنجيب الكرة في انجلترا زي الكرة في مصر؟ يعني انت لما بتلعب بلاي ستيشن في المستوى السهل بيبقى زي المستوى الصعب؟ بقولك ايه، تلعبنا على اللي يشيل.